يقدم مسرحية عباطة في بطاطا. أنا كائن، أنا هنا، أنا سأصبح، أنا أصنع حياتي ولا أحد آخر يصنع النجم، لا أحد يمكن أن يقاطع على مستوياتي مثل ما وقعتي أنا. الوطن نحن نحميه، الوطن نحن نحميه. هل مؤلف ده مش مرهص صاحب ده؟ اسرق انهب بغير ما حد يشوف ايه ده. اعداء الوطن يتربصوا، ليس فينا لا نموت صاموا لا نعود. اعداء الوطن يتربصوا، ليس فينا سلبيون. امل في الجبل لما تو وغوش ابنه مبكر عن النداء عباطه عباطه في بطاطا. هذا الجبل هذا الجبل عباطه عباطه في بطاطا. هذا الجبل هذا الجبل كنتم تكتم تعرضات تنزل على تأجيل طبعات مواليد 73 و 76 وذلك لمدة 3 سنوات. تخصصات طب هندسة سياحة سينما مصر. مصر ليه مصر ليه 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 يا ابني هخليك راجل. انا راجل. هذا الجبل لما تروح هبل في الجبل بديتاية خشها من الضغط عباطة عباطة في بطاطا. هبل في الجبل يقدم مسرحية عباطة في بطاطا. نحن الشعب نكون هذا الوحيدة ودافع عن الوطن ورد على أنا رافعين رأي الجبل العالية. أنا موجود، أنا كائن، أنا هنا، أنا سأصبح، أنا أصنع حياتي ولا أحد آخر يصنع النجم، لا أحد يمكن أن يقاطع على مستوياتي مثل ما وقعتي أنا. الوطن نحن نحميه، الوطن نحن نحميه. هل مؤلف ده مش مرهص صاحب ده؟ اسرق انهب بغير ما حد يشوف ايه ده. اعداء الوطن يتربصوا، ليس فينا لا نموت صاموا لا نعود. اعداء الوطن يتربصوا، ليس فينا سلبيون. امل في الجبل لما تروح وغوش ابنه مبكر عن النداء عباطه عباطه في بطاطا. هذا الجبل هذا الجبل عباطه عباطه في بطاطا. هذا الجبل هذا الجبل كنتم تكتم تعرضات تنزل على تأجيل طبعات مواليد 73 و 76 وذلك لمدة 3 سنوات. عدم تخصصات طب هندسه سياحه سينما مصر. مصر ليه مصر ليه 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 يا ابني هخليك راجل. انا راجل. هذا الجبل لما تروح هبل في الجبل بديتاية خشها من الضغط عباطة عباطة في بطاطا. هبل في الجبل لكن لاقي لاقي ازاي بس لاقي ازاي مثلا كام؟ ناقص 3. لو كنت ناقص 4 كان يبقى غير لاقي. يا فندم يا فندم نظر ناقص 5. صحيح. لو كنت ناقص 6 كان يبقى غير لاقي. يا فندم نظر ايه؟ امشي بره يا فندم. امشي يا فندم بره يا فندم. ليه مسرح؟ هتستريح صدق هلا يا حور. ربع 73 تأجيل إلا مسرح. مش هتبقى راجل مشهور؟ لازم تهدم وطنك يا فندم. يا فندم من فضلك فندم أنا كلية آداب ودفعة 76 من حق أخد تأجيل 3 سنين. اسم إيه؟ يا فندم وريني مسرح البس ده. يا فندم يا فندم أنا معرفش حاجة عن المسرح. دي شهادة شهادة وخلاص. وأنا أعرف إيه عن المسرح؟ أنا آداب من حق تأجيل 76 من حق تأجيل. يكون في معلومكم ما بنجملش غير الرجالة. الرجالة وبس. يا فندم بقوله علي مش راجل. يا ابني عيب ما تقولش كده. صدقني يا فندم صدقني يا فندم انا مش راجل. هنخليك راجل. حد ليه علم تامر بره؟ حد ليه علاقه بجهات اجنبيه؟ حد ليه علم متطرف اتمسك في قضيه امن دوله غيره سرقه قتل؟ يا فندم عايز ايه؟ لو سمحت تعالى هنا اتكلم. ضد التفكير الاستعماري. ضد التفكير الامبريالي؟ انت سيستم عايز تغير السيستم؟ سيستم سيستم يحيى سيستم. ولا انت مش يحيى السيستم؟ عاوزين ضباط احتياط. اهلا بكم بتوع مصر. طبعا كله كتب ورقه الرغبات وكله كتب نعم. وانتوا كلكم ظباط. عايز يا فندم مش عايز. مش مزاجك يا ابني. بتوع مصر حدادهم قليل. اللي عايزين ناخده ظابط هناخده ظابط غصب عنهم. عبيط يا فندم. اللي بيمر دخل صفا انتباه وضوء بطاطا 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 في بطاطا. هلا في جبل هلا في جبل بطاطا بطاطا في بطاطا. هبل في الجبل هبل في الجبل بطاطا بطاطا في بطاطا. هبل في الجبل هبل في الجبل.
بطاطا عطاطا في بطاطا هبل في كفر هبل في كفر عطاطا في بطاطا هبل في كفر هبل في كفر يا ابني شيل معاهم كويس حاضر يا ابني شيل بلاش عيب يا فندم كده طب شيل يا حمار يا فندم يا فندم حاضر نعم حاضر يا فندم طب شيل يا ابن الكلب مش شايل يا فندم نعم مش شايل يا فندم طب شيل يا حبيبي مش شايل يا فندم مش شايل يا فندم حاضرك في الاهلي مش شايل يا فندم حاجبنا كده مش شايل طب شيل يا حبيبي حبيبي يا فندم رايح فين انا ماشي رايح فين رايح الحمام اعملها هنا هدوم تعالى شيل دوري مكتب تمشي ما تضربش مش محقق عاملني ميري انا مش شايل مش شايل انت بتنطلع على ده العمل ايوه انت مش زي زمايلك ايوه انا فنان فنان بقى قدامي يا فنان قف دورني بقى دخلت دور دورني بقى سريع مارش حاضر قف سريع مارش قف دخلت دور 6 ساعات 9 ساعات قف سريع مارش يا فندم انا مش برضه مخاطب انا فنان اسكت انت هنا في مجتمع البناء والتعمير لكن فن فن ايه اللي انت جاي تتكلم عنه الفنانين دول هدامين شهوانيين لكن هنا مجتمع البناء مجتمع التعمير يا فندم اتفضل في فن هادي اعمل له ميكس اب اضرب يا عسكري يا فندم انا فنان اضرب انا مقاتل اضرب يا فندم يا فندم اضرب يا فندم حرام يا فندم اضرب يا فندم انا فنان يا فندم اضرب يا فندم من فضلك يا فندم اضرب بوم 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 محتضر مرش اللي مين ضرب سريع مرش انا منسحب اشتغل يا عسكري وديه سجن ماشي انت مالكش حبيبه حبيبه يا ابني حرام عليك انت واحد عادي هتودي نفسك في داهيه هي سامر عديها عشان اهلك حبيبتك خاني سجن دخلوه اه هو لا ابو الجرك تعبان سامي نفسك اسمه واحد لا لابس بس تحت الدبور تحت الدبور بس بس يا مصر كده الدبور يا مين قال لكم تدفع عليه مين قال لكم تدفع عليه بس يا بس قمنا ماشي ايوه يا شيخ ايه الحكايه؟ مش عايز اكون عسكري، حاسني عبد، سلبت منك ريتك. انت ما عادش قد ايه؟ خارج ادرس في مصر. يعني فنان يعني؟ ايوه فنان. عارف انا جاي امبارح منين؟ من مصر. شفت شباب مهزوز تمام كده زيك. يا فندم انا مسكوب الاراده. لما كنت تعبني نفسيتي. يا انا مشيت في الصحراء بكلم نفسي وانا بحظي. بعد ما كنت فنان كوميدي وزير تصفيه الناس اصبحت مكتئب، مش لاقي حد يسكت. بالاضافه لكده عسكري اصغر مني في الجيش. يقول حقي انه وقفني وكدرني صفوه انتباه كمال عبد. والجيش اداله حقك كده. منه اقدم مني عسكري جيش 3 سنين وانا ابو اهل عادي احمد ربنا انك سبعه غيرك 3 سنين وعموما ايه ممكن يا اعمل مسرح هنا فرقه اسمها بطاطا غير مسموح مش ممكن ممنوع وعموما هتقعد معايا هنا في المبنى وظيفتك انك تضحكني كل يوم الصبح وما ضحكتش هجيب لك جزء ايه رايك؟ وين؟ شادي يا عبيد اتفضل مش عايز بقى عسكري ولا ايه؟ استني استني استنيني بس استني ثانيه فندم الفضل فندم عايز يجلس واصبر يومين ماشي كابتن ايه ده؟ انا هوديك في الاهلي من انا ظابط انا هربيك يا فندم يا فندم هو اللي ضرب وديك سجن سجن فرادي يا فندم ضربوني يا فندم يا ابن الكلب تضرب صف ظابط العالم بكره هيتغير يا سيدي بغيره بعد ما تخلص جيش عايز يغير العالم مجنون ده ولا ايه؟ ارموه في السجن لحد جلسة المحكمة وقف على وشك بتاعي حاضر وايدك لفوق ماشي بصلى على طيب اطلع هات لي البلح من فوق النخل نعم البلح هات لي اطلع هاته من فوق النخل بلح وبسرعة طيب اطلع وهات لي البلحية اللي فوق دي ماشي عايز بلحة معانا ما تخلص يابا طيب النخلة طويلة على اليد هادي؟ اه ماشي لا بط ربنا صدق اطمن ها خد البلح عيل ولع لنا بقى التلفزيون شغال في اعلانات دي؟ اعلانات 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 اعلان ايه ده؟ اعلان سمك ايه ايه اللي بقى التلفزيون؟ ايه اللي شغال فيه؟ اغاني بقى اه جميل قوي غني لي بقى نعم مش استعملت حاجه اسمك شادي؟ ما تغني عشان اسمي شادي اغني يعني؟ اه لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي ما حبيت يا سلام يخرب بيت مكانك بقى ايه بس ايه اللي بقى قرار قد المسلسل تعالى هنا عايز اقول لك حاجتين اخلص يا ابني اه حب الجيش يكرهك اكره الجيش يحبك فاهم حاجه يا ابني فاهم اه فهمت ايه بقى نحو عالم الافضل لا
ليس فيه عنف ولا إجبار. الحب مش عبد يا جيش، الحب مزاج. حب حب ايه يا هبه؟ هو فيه ايه؟ انت ايه حكايتك؟ فين مش ممكن اعيش عبد؟ مرضاش بالظلم ولا انت مش عارف جديد سجل ولا ايه؟ طب انا مستعد ان انزلك على ادميك، بس على شرط تكون راجل وتمشي سجل صح من غير ما تضحك حد علينا. ايه رايك؟ لا عشان ما تعرفش ما انتش راجل برضه، مش راجل الله يسامحك، برضه مش راجل. لا بقى. انا راجل ومليون راجل، انا راجل. هنا اسمعوا يا رجاله، انا قررت اقلب السجل ده فتره، وانت على قديم السجن وانا داخل عليك اهو، وريني بقى القديم يستقبل الجديد ازاي. تمثيل يعني؟ يا اخي مثلا انت بتوقف كتير ليه؟ استقبلك؟ انا وصلت لك مره واحده. فين محمود؟ فين محمود؟ انت فين يا دفعه؟ من ما جابتش راجل. الله يحفظك. ما جابتش راجل. الله يخليك. شوف اتفضل شاي، اتفضل شاي. اه تبص ازاي؟ قوم اهو. فانا جاي اتعلم ازاي تبقى قديم سجن على حق برجوله. ومالا معلم لمثل مين فينا القديم؟ انا ولا انت؟ انا القديم طبعا. انت نسيت نفسك انا ولا ايه؟ هو في ايه؟ ماله يا عم انت سيبه؟ عايز الكلام دي؟ انت منين يا دفعه؟ من فيشنا يا معلم. ما جابتش راجل. ما جابتش راجل يتاكل. هو جاب وشك في الحيط. مالاش واقف. رجول اخلاق في كل شيء. رجول اخلاق. البتونه جدعنه. اللي تعرف تاكله كله. ما كلتوش حياتنا. وتقابلك العبيط ايه؟ اضربه على الاخلاق. اللي تعرف تيده اقتله. اوعى التسيس يعمل عليك معلم. اوعى النبض يتحكم فيك او يعمل سيدك. افرق واستخبى. اخطف واجري. القوه. الغابه. الشر غير. لا الحق كلمه. لا للثقافه الكبيره، لا للاستعباد، لا لسياسه الحمار والعصا والجزره، لا للكره والشر، لا للشعارات الجوفاء. المسرحيه الكوميديه العبيد ولهبل. ناس بتضحك على قلب، ناس يا ابو شايفين الظلم، ناس بتضحك على قلب جنب. العد ايه؟ فين العد؟ قوم انا، قوم انا اهو في وشك بالهيل. ايه العواميس؟ يا حمار شي، هات الجزرة، هات الجزرة شي شي ولا شي عشان تعمل عتقة عشان تاخد شهادتك. اس شي يا فندم، يا فندم انا ضد اي اجبار. يا ابني الحياة نفسها اجبار. مش صحيح، في اختيار. ايه حكاية؟ مش هقدر استمر لاسباب كتيرة. اقول لك نقطة، اسمع اخر نقطة. انا رافض اكون حمار، رافض اكون حمار. مش عايز شهادة، ما تهمنيش. انا مين موقفي؟ انا ضد العنف، ضد اي كبار اجري اهبل، ضد اي كبار، ضد العصاية والجزر والحمار والفار والورود والسود والتعالب والتعبين. عايز اكون انسان. انت مجنون، مجنون. صدقني هتتحاجب. يا ابني لازم ترد في بلدك اللي ربيتك وعلمتك وكبرتك اللي بتعالجك. ازاي في بلدك مش عايز تكون حق؟ شغل؟ مفيش شغل، ما عنديش واسطة، مفيش جواز، مفيش هدف، مفيش تحقيق ذات. والعدو العدو واقف على مبلغك عايز كده خلص. بتاعك هم العدو الحقيقي. ما احترموش شهادتي ولا احترموا انتنيتي وجولتي. عايزين اعيش ذليل وجبان. لو متحرك حاربكم انتوا اللي زيي. هفرغ فيكم سلاحي. انت خايف؟ انا رافض ادافع عن بلد مش عايز ينحرف. انت شايف؟ انا رافض ادافع عن الناس عايزين يستعبدوني. مش خايف؟ عرفت الوش الاجرامي بتاعك وبتاع الجيش وما يهمنيش بتاعكم انتوا وما يهمنيش تعذبوني تموتوني. ازيك هم المجرمين وانا على حق. انت مجنون، مجنون وهتتحاكم. اكيد هتتحاكم. مجنون. بلدك لازم تخدم فيها، بلدك لازم تدافع عنها، بلدك لازم تحابي عليها، بلدك لازم تصون اراضيها. انا محتاجاك، انا عايزاك، من غيرك مش راح ابقى. محكمة عاوز ينهب خيرنا جوه وبره، بالقوه العدل يسود والخير بكره هيعود. وانا وانت لازم تدافع عنها، لازم ندي ولادنا حقوقهم عشان يدونا انتماء. وطنك بيناديك، قوم وانهض للوطن يا وطن. وطني سلاحك حبه زي عينيك، شرفك دون اغلى ما فيك، والله يحميك. محكمة. اتفضل نسمع وكيل النيابة ممثل الاتهام. همل في الجبل. عباطك عباطك بطاطك. همل في الجبل، همل في الجبل. اقتلنا الله، نحن الشعب ان نكون يدا واحده ندافع عن الوطن ونرد اعدائنا رافعين رايه الاعداد العالية. انا موجود، انا كائن، انا هنا، انا ساصبح، انا اصنع حياتي ولا احد اخر اصنعها ماجد. لا احد يمكن ان يقاسي عدم تحقيق ذاتي مثل ما اقاسي انا.
مال المؤلف فلوس مال صاحب اسرق انهب من غير ما حد يشوف ايدا اعداء الوطن يتربصوا ليس فينا نائمون صائمون جائعون اعداء الوطن يتربصوا ليس فينا سلبيون هبل في الجبل زبطوا وهو شطور والذكر مع النتاية أباطة في بطاطا هبل الجبل هبل الجبل أباطة في بطاطا هبل الجبل هبل الجبل حكمت المحكمة حضوريا بانتهاء المسرحية والحكم سري من الأسرار العسكرية أباطة أباطة في بطاطا هو فيه